نتواجد الآن في الجهة الشمالية من مدينة تعز تحديدا في حي الزهراء، حيث تواصل قوات الجيش الوطني المقاومة الشعبية تسديد ضرباتها على مواقع تمركز الميليشيات الانقلابية في القصر الجمهوري في محاولة تقدم المقاومة الشعبية باتجاه القصر الجمهوري وتحريره من عناصر الميليشيات الانقلابية. تلاحظون مدفعية قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وهي تقوم بدك أوكار الميليشيات الانقلابية في الجهة الشمالية من مدينة تعز. إذن هي عملية عسكرية أو تواصل للعملية العسكرية التي قامت بها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ الأمس من أجل عملية استكمال تحرير المدينة. وبالتالي فإن سقوط القصر الجمهوري بأيدي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية يساهم كثيرا في تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في اتجاه معسكرات الأمن المركزي وتبت سوفتيل وتحرير استكمال عملية تحرير هذه المدينة من قبضة الميليشيات الانقلابية. حمزة أمين، قناة بلقيس، من الجبهة الشمالية في مدينة تعز.